من قصص الأنبياء عليهم السلام تعد هذه القصة من القصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بهدف العزة والعبرة حيث انها تعمل على اظهار اهمية الصبر وجزاء الصابرين عند الله سبحانه وتعالى حيث يظهر من خلال هذه القصة قصة لثلاثة اشخاص حيث جاءهم ملك من الملائكة وانعم الله عليهم بمجموعة من النعم وكان لكل واحد منهم ردة فعل مختلفة وهذا ما سنعرضه عليكم معنا للنهايه يذكر انه كان هناك ثلاثة أشخاص كان لكل منهما داء معين، فكان أحدهم مصاب بأحد الأمراض الجلدية وهو البرص، والآخر كان أقرع لا يوجد لديه أي شعر، والآخر كان لا يتمكن من الرؤية فقد كان أعمى. جاء الملك إلى كل شخص من هؤلاء الأشخاص وسألهم عن ما يريدونه وما يتمنونه. عندما جاء الملك إلى الأبرص فسأله ما الذي يتمناه؟ قال له: يتمنى ان يزيل الله عنه داء البرص وان ياتيه الكثير من الخير والمال فقال الملك ودعا الله سبحانه وتعالى ان يزيل المرض عن هذا الشخص وزال المرض عنه وساله عن الاموال التي يجب ان يمتلكها فقال له انه يحب ان يرزقه الله سبحانه وتعالي بمئة من الابل. وجاء بعد ذلك الملك وذهب الى الاقرع وساله عما يريده فقال له الاقرع انه يريد ان يعود له شعره ويتخلص من القرع الذي اصابه ثم ساله الملك فيما بعد عن اي الاموال التي يحب هذا الشخص ان يمتلكها فقال له انه يحب الابقار فاعطاه الله سبحانه وتعالى الكثير من الابقار ثم ذهب بعد ذلك الملك إلى الشخص الأعمى وسأله عن الأمنية التي يتمناها من الله سبحانه وتعالى، فقال له هذا الشخص إنه يريد أن يرد الله سبحانه وتعالى له بصره، وبالفعل قام الله سبحانه وتعالى برد بصر هذا الشخص الأعمى، ثم سأله الملك عن أي الأموال التي يحب هذا الشخص أن يمتلكها، فقال له إنه يحب الأغنام، فأعطاه الله الكثير من الأغنام. التي يرعاها ويحصل على الرزق من خلالها بعد مرور من الزمن عاد الملك مره اخرى بعد ان ذهب لوقت طويل وعاد الى كل شخص من هؤلاء الاشخاص بنفس هيئته ذهب في البدايه الى الشخص الابرص وكان متمثلا في شخص في الهيئه التي كان عليها الابرص من قبل فجاءه الملك وكانه رجل لديه برص ومريض وبحاجه الى المال وطلب الرجل منه القليل من المال او من الابل الموجوده لدى هذا الشخص لحاجته وضعفه وفقره، لكن الشخص الذي كان أبرص في البداية أنكر ما قام هذا الملك بطلبه ولم يقبل أن يعطيه شيئاً ورده خائباً ذهب الملك بعد ذلك متمثلا في صوره شخص اقرع وطلب منه ان يعطيه بعضا من الابقار التي لديه ويعطيه بعضا من الاموال وفعل الاقرع كما فعل الابرص ورفض تماما ان يعطي الملك اي شيء من النعم التي انعم الله عليه بها أما الشخص الأخير وهو الأعمى الذي أرضى الله سبحانه وتعالى ذهب إليه الملك في رجل أعمى وطلب منه المال وبالفعل قام بإعطائه المال الذي احتاجه وكان عقاب الله سبحانه وتعالى أن الملك دعا على كل من الأبرس والأقرع بأن يعودوا إلى الحالة السابقة التي كانوا عليها وبالفعل عادوا إليها أما الشخص الأعمى قد كان جزاؤه من الله سبحانه وتعالى على شكره هذه النعمه بانه لم يعد الى سابقه وظل الاعمى التقي الشاكر لربه منعمًا وبقي يرى حتى نهايه حياته ووسع الله له في رزقه فاللهم اجعلني من الصابرين على البلاء يا رب العالمين اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين ما تنسوش يا أصحابي اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكم كل جديد مع السلامة